يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شرا منه حتى تلقوا ربكم. الحديث عند الإمام البخاري صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال: هم سواء. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. الحديث صحيح عند الترغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. الحديث صحيح عند الإمام النسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وبركة على أهل بيتك. الحديث حسن صحيح عند الكلام الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث حسنه الإمام الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وطبعا كمان من فضائل الليل أن التلت الأخير من الليل اللي يستغفر الله عز وجل فيه، اللي يعني يقول أستغفر الله العظيم، ربنا يكتبه من المستغفرين بالأسحار. الثلث الأخير من الليل يعني التلت ساعات اللي قبل صلاة الفجر، دي أفضل الصلوات فيه، وأفضل شيء في قراءة القرآن برضو فيه، وأفضل أي عبادة فيه، وأفضل الأذكار في هذا الوقت.